خزیان مغب شلام علوخن انا یون دیوید البازی بیتاین اموخن پر زخات من دیت سان هوزه کالیفرنیا اما نیله گودهت پختم تنیتا شریانه پولیتیقایا میقرا نمرود سلیمان هاو باسی مرابا و کدانای هاو امان کدان تختلیب منو قد آتی و پاشقلا ان شغشيات التينوايا قو أطروات الدنيا كلها هل بعد بالزودة اديو بتهم زماخ بدنا شغشيات التينوايا قو أطروات ينسام الزودة من أطروات الأرباية أخ سوريا وإراق وليبيا وتونس وشركة 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 أبو لاغا ين أني من ديانة تينوايا قدنا أطرواتي آج غشيا إدمجد أجوزة لقى رابا أمواتي وبشي الطانة بدنا وماص الشاريلون قالان إلى ميقرا نمرود سليمان وآون بضاية لبدنا أطرواتي كلها بالزودة من ناشد أطرة تينا خيانة تامة سبقا وشولوا إلى أسرة رصص سقط يوما اخشي مشمي وخزي مودي البرايا يقرا نمرد شلاما الغداخيوت شاينا خي داخيت وقته عود بسيمه بضاية اختي لما بيوني انش غشياتي وين اقو اطرواتي حكمه من اطروات الارباي هل بتسامى زودي سوريا لو عراقي لو ليبيا لا وشارخ شارق بسوريا مو براي لك سوريا اتن بش بضايد من رابا من بوليتيقاي من دي قمايا شلاني قد يوخ وقا مخبى دينة تاما من دواتين دي يوخون وقام يقرى شمال يدت ان ده سراشن نبالكي دينة ان نور بريه جو مرضا خمس آية وبالزودة إلى الشريعة ونورة بالزودة جو سوريا ويدت آت ولي برخاشم دوكل دوكم جو ليبيا وجو مصر وجو عراق وجو تونس وأنا بتخيالي هرماطي كل دنا دوكم بقارة إلى قمودي يعني قمودي لأول مرة برايا بن دوكانة يعني جودية منطقة قمودي كل اخدمرت ان مشاكل الدنيا هنا برايا لخا قبول لين برايا بدار تخريج ناشي ليتي ان تقارين بلشانة عرباي باحثين وسياسيين مجاوبي لو ابو قارة يدمر بيدو ك ناشي للتوديثة يعني عند مورد للتوديثة جو سياسة جو بوليتي حد خيباري مشاكل يعني دنيا كلها كما شقنان السنة فيهن ويري يضارة طلافة ألك أن تمتخمي بمشل ما أنوثا قم شقلين السنة فيهن وبام ما ضري لا أي دنيا الألفة قمع يعني إذ يتري ألف شنة فرقوثا بالدنيا ليك لبرخاشة وأن ليك بعد ما ضريلا أجد أني بعد ما ضريلو الدنيا كلها بجواجة يباري أول أكسيدانت بالدنة ترين ده يعني دي أنا بدمريلو أخني هات خيلي بيمارة قرآن أخني يقرخ قرآن يقرخ إنجيل كل كتابت آلهم يقرخني أختي أول قرآن إلى 1400 مخدش شن وأجد ويقريطة أو قرآن إيو قدوزل أديم تخمين تمد بريا شو خلافي جو دنيا ميجا وهلدية إيجا آيت إن ما ضرت لي ناشي دين الجودوة زونا ما ضرت لي لوازة ودخرينا ليه جوجة يعني بقيتي بغداد حركة الزمن يعني حركة الزمن بدل ربي شان طرباي هو لجواجة أدخا دات يعني التالي له جو قنفذية هل بتين براي كل أمي مشاكل فرهات خوا بريثة هرهات خوا بريثة جو يورب قاري لجو قرون الوسطى أوزون الدواوة إيتا وقاليلو وهذا هرد خوا بريفة من هاد خا يكون أن مشاكل الدنيا هون يودن لأثرواتا دي لأي متخمن دي يعني أي هدخل دمرت كمدخل مشارق بيدي سوريا
لا شك رابي جاي مصدق بسوريا أختي بيا بيا دانا مولي براغي وسوريا دغديلم داموية دغديلم داموية سوريا كوخ أربام الكواثة آنت شقلي لقطيثة جو سوريا يعني عمة سوريا يعني الشعب السوري انهاوي أديلة بنت كتمة ولا أديلة بنت معارضة نتهج من بيجو إيدي دي تبقى مودي أي قضية سورية ويدا لتدويل يعني أي دمر التدويل يعني آيت ولو بتشيادة قدني ما يكوى تجوري ولو خمار آل أتلي أي بروبلم لم صيلي تشريالي هاي شرولة قدي أي لماناي أي دولة تدويل القضية إيجا آت أي تيشا قضية ديو مدولة يعني بيوذا فدني ما يكوى أنا بشاري الآت لا بشار طبعا أي المني لو استا دوزوت الليلة وذاتن فقط الليلة وثلاث الختمة سوريا وللمعارضة سوريا انتخرت شيء تريل في تريسر وثا إلى الجامعة الدول العربية أنا نتشيد لمجلس الأمن إنه أي بروبلم رابع لجروس تجو سوريا هاي نشروا منين أن ناشي أو أن ملك واثد ما سيتشاري لجو سوريا قمع إلى أمريكا أتري إلى روسيا أطلاقة إلى تركيا الأربع إلى إيران قمودي المار اللي أن شماني سب أن كتخة ولشبيل الله يدمري لذا منطقة نفو يعني خاشن دي أمريكاي ونشبيل الله جزيرة أي دين آخر يعني تاما يعني إن شمتلا حسكي وقامش لي أي بغدمر تجبرت أمريكاي لو ماني لتاما مهيران ديهن إن قرذاء تركيا ولشقلت لجو شمال غربي ولشقلت رابع مساحات قاريل ولشقلت لرأس العين وتل أبيض ورابد مكان خريني وهنا تام وديلم هايور الله أني مش المانوثة يعني أني إخوان المسلمين أنا هون هايور قردية وروسيا ولشقلت اليابة بحر طرطوس ولاثقية وإيران ولشقلت على حدود السورية العراقية وكذا إينا بشرية جو سوريا أجت متفقي أن أربع ملكواتا قدر الشرية أن بقار إلي أن ملكواتا متافوقين لا لين متافوقين لم تفقي أن لدي الشريثة لدي الشريثة بجبار قطلة بجبار دماء بجبار هجرة بجبار يعني لجوء بجبار مشردين وهكذا وهكذا ودي ثيلة أي كورونا ودي أدي خاقاً قيصر بهم طبقي لسوريا إلى درجة إبيو هر إبيو دي أنكم خدش ساتي بشلي خادولار جو سوريا إلى تري ألبي سوري وخمشي دي أنكم تري ساتي بشلي تري ألبي وخمشي مقام تري ألبي وخديسر إيو أربي وخمشا ليرة سوريا دي بشلي تري ألبي وخمشي غزي آية كميجو أما زدلي وأنا ناشي أو أما كل فقيرة إلي ولمسة خانو يدت ناشي قد تراوي أما كبينة أو من دي بش إلي خربة قبرناشة وقملكوثة وقأما وقأثرة أي شعب كاتم قاري لثورة الجياء يعني آية انهاوي بلاشة اثناشي بطاشي لجادة اثناشي بقطليني اثناشي بدرقي اثناشي بدازي ملكوات أخريني أختي أجي تاوي كبنا أو بشيلة دنجر أو بشيلة خطر أو بش قاتل ناشي بزيدة جيناوثا بش بزيدة قطالة سب كبنا يعني هاد كتخة داقلا مجانا بي أت أجي دورة جوبيتا لتلو خيش مجد مخلط قيالون كيوخ أنا وآية إجباري آد قتلت إجباري آد جنويت إجباري آد كلن دي كبنا جو دو أثرة الرابز اللي ولدقى دي بغدمرت لم توفقني على الحل ولدقى حل ايجا هون بسبارة هل ايمام تاوية ابخى ليبي سبقى مودي دي امريكا لا لم تخمون بسوريا دو سوريا خام دي جورة لقى سوريين اخشيق امريكا بلقي دفيا نمبر قصرة نمبر خمشاسر يعني دمري ليلة من اولويات دي امريكا من دي قما يمتخمان تدي الى الانتخابات من دي ترقى إلى كورونا من دي ثلاثة أيام بعد قتلت دوا جورج فلويد يعني أنني مشاكل أنجوري طالبية
مبار ذايقة سوريا أيك يعني سوريا بدور باللي خاسلة فرهادخ تركيا تركيا هولا بلكتا جو ليبيا تركيا هولا بلكتا جو قبرص تركيا هولا بلكتا من الاتحاد الأوروبي تركيا هولا أنا وأمريكا لين خا سوريا مبار ذايقة دركيا فرهادخ إيران إيران أبطاي إبقى حصار اقتصادي الليبيا أتلا مشاكل جو عراق أتلا مشاكل جو خليج يعني سوريا سوريا كسوريا يدمريلة ليلة أولوية يعني ليلة من دي قمايا قدن ناشقة ترفق عليهم لذلك سوريا رد خيلة تقدم رد بشتاوي قتلة وبشتاوي كتنة وبشبة إيما بشارية أي أبخا سياسي لمس مجاور سبقات يعني سياسي هرميري هرميري قدم مودي بارئ أي رابع خلطيلة سبخا أبخا برناشا ليلة مودي بارئ يعني أبخا ليوم توخمنا إنه دافع أول شرطي أول شرطي بوليس مدي ديريك شوفين قام قاتل أول جورج فلويد دي كل عالم كل دنيا دي أيام بس دي لم صار هنا ميقرأ نمرود أنا ولا أتلوخم توخ من بيا رابدوس لا بوتي ليه توخ من بيا من هدخ آي ليندك مودي باري أجد شمت خاناشا دامير خلا بار إسرائيل وما نبار هيك يعني بار داشت أول ناشا يدت ليلم تخمون بسياسة وليد بسياسة شو لك سياسي أيضا تشارين قطر إديو دي أنا بدمرنو إديو هل دي هتخيل برايا قدم تمودي باري أنا بدمرنو أنا ليفن أختي هم شوري لخمار هت خباري أول ليلة شمدية سياسي أول شمدية إلى نوية يعني وهت يعني راب الزحمة إلى دي وضع يو سوريا إنا رابي نمرد لا منشيخ كورونا لتوى قمت منياشني وآقطلاج لتوى قمت منياشني أن أطرات إيوة سوريا وبلاشا هار إيوة دوسي وآقصت إخوان المسلمين وأن آي سيسيلا وشركة 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 أيضا تا أولوية أمريكا موديوة أو أولوية روسيا موديوة يعني أقصد ليلة هدية كورونا أقصد أن تمنيا شنه أن مسكينة الشعب السوري وجزة له وأن أطروات لينا تخمن نباسي هدية أن أمرخ إن أمرخ أطروات أمرخ سعودي عربية لدكان خينة تينا نوطة وأمريكا ويوروب سنقطة الله سوريا قاموا غزي دمرنو اخني ان اندفع شارخ لي يعني اول تاريخ مراحل يعني اي جديل مشوريثة يعني ادم بقت لي بقار قمودي مشوري لي كل ان ملكواثة جو ميدل ايست او ملكواثة اراباية كليهن مشاكل دي الى خاء يعني انتخرت أجب شيء تتريل بأسرة قوه أو أبو عزيزي جو تونس بريوالي ثورة جو تونس مشوخلق والي خكمة خشوالة قمصر مشوخلق والي خكمة خشوالة قليبيا ثيوانة يورب ناوي أمريكا يقم شقلي والي قذافي هاي ربيع العربي وليوة أول أول دمري لي ربيع العربي هادي سوريا جو سوريا اشتاير خي أن قناي أجديلة قمت أي ثورة رابطة زيلة وابو قار ورابناش جير جديلة أيها يعني كل أمة جو سوريا قيمة له يعني يدمريلا إنه هتخب عربي دمريلا بشكل أفقي خاصة إذا كنا قد بلطي وكيو مدروطي بلطي وبالمظاهرة شقلي وخاشمة خاجمت اللي خاشمة دي الجمعة العظيمة روتة خشة بليطي نبي يدية ومت اللي ثورة الشيخ صالح العلي تعلوية يعني أيجا كل شعباتها بارش تاير خيمودي لبريا اثنين اخوان مسلمين مشو خلق اللي يعني مشو خلق اللي او وضع اجي قد اشتارخي قماي كل دنيا ايوا ومن الشعب السوري كل دنيا ايوا ودر قل نظام كل دنيا باوي ومشاخ القيوة ميرا دخم شقلخ لي حسني مبارك دخم شقلخ لي زين العابدين دخش لي قذافي اول لازم دازل اختي اجت فيلة اني مش المانوثة تركيا خم بخالي حدود ديهن موثين مش المانين كل دنيا يعني موثين من سعودية وموثين من قطر وموثين من صومال وموثين من شيشان وموثين من أوغود قوصين وموثين آلاف من الإرهابيين ويري
اجد ويري بيش لغر هابي كل بيداخ كشن بيداخ سوداء اجا ايت ايت ما تولا جانو قاد كامبري جاية يانكا ورسنايا واخني تيوخ يعني اخني تيوخ من ميد لافروف جو موسكو رابي جاية وخزيوخ اللي ويادت قاد اجد داز اخوات في اخني مدينة دني يعني انا شخصيا كل اني وزراء خارجية دني ما يخواتا دوي جو جنيف خزيوخ اللي وتيوخ من ميد تيوخ من ميد دي مستورة إنه قمودي دي أو ألم شغل بلي جو سياسة الدخامن دمري لغ عربي دمري قبل ما ترفع شعار سقاط النظام عليك أن تفكر بالبديل يعني قاد دمرت أو خكمة جو سوريا ليلة سباي باش شغل خلي طيب دمر وأوباما وتعباوت أفتر دي يعني طيب شكل لغ قاد إديو أو تمال من بداته بداله الدافئ وان بدل بشار الأسد يا داعش يا نصرة ايسس يا نصرة سب أنا وأن خيلاني أنا الشقلي والف حكمة إجا لأمريكا بقبلها لأي ولا يورب قبلها لأي ولا أنا بقبلنا أي ولا أد قابل أي وأبخا سوري ليه قابل أخني إثوالان خا كاتب أو يدوتوا لي أختو العراقيين يدوتوا لي غوار الطوشي دوريت لحان كل مسرحي أوي كاتواني شمدي محمد الماغوط مودي دامروا دامروا أخني كسوريين وأرباي مبتلين باثنين يعني أخني تري بلوي ديانين أبو النجمة يعني أول نظام العسكري أمر أول يقلع الأظافر تقلع قطراثين أمر أبو اللحية يقطع الأعناق وبن آد كبرنا شبان جابت كالت من ندى ودي لشقال لي طبراثه يانا ودي لقطال لقضاله كلنا شد من الله رشود قطيلة شقلين طبراثي ولا قطيلة ما انشقلت لي بس شار الأسد من يبدأ في البدالة دي دافي أمي مهلبة أثواله أما وخد السرمة الكواتة جو دنيا كل من ند شعب السوري باثر بشلة إسلامي يعني بار بشلة معارضة كل إسلامية ليلة بلاخق شعب بشلة كل إرهابيين كلين ناشي على الحياد ليه هوي أمريكا يا روسيا يا دامر أنا ابن من الإرهابيين لذلك برقلة خامن دي شمدية معارض هل دي أمريكا أورسناي هنا ما ردوس أخني أول نظام ليلة تازة أخشي من يبدأت بدالة دي هل دي لين غزايا خان نظام بصباي من دي الشقلي قطيفة قم شخلق دي هل دي هون بطايا تركيا بيان الإسلامي إيران بيان الإسلامي قمودي سياسة أردوغان حزب العدالة والتنمية إلى سياسة إسلامية يعني أو إلى زعيم إخوان مسلمين دوس وذات ديئات والمشطرة اللي هل دي يخذ السرقة البسوريين بلاشا جو ليبيا وإيران آية جدا مرآنا دين دي إلى الشيعة ودود اعتماد على الشيعة ودين وما دين هي جيكن إلى من ديانا أمريكا وروسيا إلى بايا مصالح دي يعني أمريكا وروسيا ليه لسا ألان عن الدين أنا بأن مصلحة دي إتلي مصلحة أخا جوجن بطرة لكلي مصلحة ليه جوجن تركيا وإيران أن هون طايا التوديثة مهدخة لين انطايا هلدية ذقطي تصطاي جو سوريا ومسكينة دو أمت سوريا زي كما التقطلي مني كما ناشي بشني مهاجرين كما ناشي بشني لاجئين ولدي شريت هلدية قمودي دين أن أربع من الكواثة كدخلت لي خاخيال ولين انصاية شاريلة جو سوريا وأي لمشكلة سوريا باختصار رابس باي يقرا نمرد مدبوت عراق حكومة الكاظمي تهدية أن قرب الخائر خوي لاتينا شتس شو كل يعني وزيروتا وخكمة من وزارات هلا لينا مدتة زين مصطفى الكاظمي بلكي بشيدة تنمي مصطفى الكاظمي أو إيلي إيوي ومسؤول المخابرات العراقية دوس وكل خابر ناشا أيتاوي جودو منصب يباتف علاقة من كل دول العالم يعني مسؤول المخابرات العراقية
يهاويلي يهاويلي علاقة من مسؤول المخابرات الأمريكية والروسية والفرنسية وهكذا كلهم. أي أتري أو دوس إلى شيعي دوس إلى شيعي أحسي ليلى ابن المدرسة الدينية هذا من ذي الأرض. يعني مثلا نوري المالكي يوشيعي أخشي ابن حزب الدعوة يعني إديولوجية دية فكر دية ديني ديني دوس مثلا جعفري كله أثوخاء لو ديني إياد علاوي يوشيعي أخشي لو خريج المدرسة الدينية علماني هو أن خريني كل خريجي مدرسة دينية يعني مقتدى الصدر إلى ديني الحكيم إلى ديني كل يعني والسيستاني إلى ديني كل رؤساء العراق رؤساء رئيس رؤساء الوزراء العراقيين اثنين من المدرسة الدينية أدليل بليطة من مدرسة دينية وهو شيعي وإياد علاوي لذلك لا نقبل الذي لحكي مثلا زخم أو خيلانة ديو عراق يودن رجال دين لا نقبل إياد علاوي دي لجويجة دي بعد مقتل سليماني وبعد أمريكا وإيران كلها بغداد رابع بعد فرض حصار اقتصادي أمريكاي ميري أخني بايخ تاوي أو سب لطخا بندي سب أو إلى زلمة علماني وإلى مخابرات وأو إيوة مرشح من قبل المتظاهرين أدوية بليطة بواحد أكتوبر كل المتظاهرين انتخرت أي طلبي وبيدوة من رئاسة يعني طلبي رئيس وزراء كلهم أجي دمريوة دمريوة جودو حكمة لتلن أبخت مفخة لدية إلا مصطفى الكاظم يعني دية أمريكاي وإيرانيين متفقين لدوة فشلة قاموني إيرانيين توفقني أنا وأمريكاي دي رابي ناشي ليدي دي رابي ناشي خشوي رابي ناشي خشوي أنه أمريكاي وإيراناي الرابين دجمة تغدادة أنا تلي خاخيال يرناي وأمريكاي الرابين حلفاء مغدادة قمود زي أن أربي وذا شيء يعني من ألف وطعم وشوي وقطة أمريكاي جوميديا يدمري هتخبدو دخ إيران ومخ لإيران وقتلخ لإيران بالبراكتيك بالممارسة وتغزايا هو لإيران طيلة سوريا قم شقلالة هو لإيران طيلة لبنان قم شقلالة خشل العراق قم شقلالة خشل اليمن قم شقلالة عيد بتخيالوا لا هاوي وا ضوء أخضر من أمريكاي ما سوى الشقلي ولا أيه أمريكاي قم شقلي لصدام حسين ما نكسر شوفة صدام حسين بشل إيرانيين أمريكاي قم شقلان طالبان من جو أفغانستان ملي مين عم بقى الفراغ عم بقى الفراغ أنه جون إيران حزب الله طماني اللي تابع طيران حوثيين طماني تابع أنا لم هايمن أن لا هاي سكوت أمريكي وضوء أخضر أمريكي ليبريا وأيا وهل دي أمريكاي دي قادت له خبرة أنه قادم تدويرة يعني يسترده خا عالم إيراني دويقي وجو أمريكا أسير قم ربيان أمريكاي وإثو أسرت أمريكاي جو إيران قم رابيل أخشيات إن بقرت أمرت خاشو دمرت قالي يا نمرت قموني تماريت خا طيب مري قمودين أن دوستواسا أنا بدبر أنه قطري من داني أن دوستواسا من دي قمر زي أمريكا أو بزنس خيلانة جو أمريكا يعني دمري لي العمود الفقري اقتصاد أمريكاي إلى أول مجمع الصناعي العسكري يعني الداود لإنتاج صواريخ توماهوك وأباتشي وأن أسلحة الأمريكية زي كمان متطورة أولا لبزنس طيب آية يام يقرأ داود بعد داودت له خا بزنس خاشم آية بقى خدت له ذاك كان بذلك أن لم زب مثل أي بضاعة دي يخلط خلال ذا شبثة آية لب شيء مثله أو بزنس أمريكاي مني لإسرافة له يعني مني لشواقة قد جاوش إلى إيران أن خليجيين يدمري تمركز الرأسمال يعني الرابع بقى رأسمال نقطة تامة
دمري اي اي ايران بشلا بعبع والله ديب تايمالاني ديب قطلانا بايخ تشكي بايخ حلف ندمري جاي. هل دي السعودية والإمارات وأن دول الخليج هون شقيلة من نت أمريكا أسلحة بقيمة 103 مليار دولار قمودي دينز داية من نت إيران؟ إذا أمريكا حولوا إيران إلى بعبع، هذا البعبع هون زداية من دي خليجيين، خليجيين هون صرافة لازم زيهم هون ما يثول تشكت أمريكا طمخاني لجا. أو من دي قاريلي أو السبب اقتصاد، السبب السياسي مو دي للسبب السياسي. يبد آية بيودية دنيا تلو 50 شواء ملكواثة مش المال. أن ملكواثة كل رابع دودي والضغط ضغط الإسرائيل. دي ضغط دي هو لنقيلة من إسرائيل قإيران. يعني دي إن دودة أحساج ورباء إن دمرت مني لدج من دي يوخن أو قمايا إسرائيل يان إيران دمري لخسام أو ربط دمير إيران أجد شقلت للضغط من إسرائيل. إسرائيل قيشرها ودية قد بلدي يذب دي يفتخ لإسرائيل إيصورة من دول الخليج كله بسبب مني بسبب إيران. قمودي قمودي بضارة خايفة أي ربطان ناشم برميلة إسرائيل ما جديلة توتا وأمريكا بار أحداث 11 أيلول وإيران من أيام علي بن أبي طالب طلطني أن دجمندية إلى خأر من إلى دجمنديهن إلى الإسلام السنة مثلا شيعة من دايجة ديوثية معاوية قيل للحسن والحسين جو كربلاء وش قيل لزينب شلو خيثة نبلة من كربلاء إلى دمشق ما يجوا هل دي طلاشة اللي بين الشيعة والسنة ولا لكلية دوس أيضا أن الشيعة دجمن دي وخيلانة إلى سنة هو ذاي هون يجو ذا منطقة شمدية المنطقة العربية سامة أو رابة دي إلى سنة لذلك أي خايخة تفشل دجمن دي سنة أحداث 11 أيلول كل أناش إسري وخيو نسري وأربع كلهم إيوة سنة بعد 11 أيلول 2001 بشتايل أمريكا آجي وهذا حساب سنة سب أننا شبشنا إرهابيين. إذا ما يجمع الإسرائيلي والأمريكي والإيراني إلى دجمن دياهن خأ وهو السنة مهلبة إينة أني بصالح دن لطلع ثامل كوافة جو ميدئس قرب الغذابة أخشرابة ناشي دمري ليلة هكخا أنا آزتيني أختي أبا أنا إيوان آزت خيالي أختي أنا وآي داخل يدخ أو خيال دي لدوس دي لخلطة أجد خيرك جو قائم قائم مو دي لبيمارة قائم هو لبيمارة إسرائيل إلى خيلان ترابة قائم هو لبيمارة إيران إلى خيلان ترابة قائم إلى بيمارة سنة وعرباية هون كل فيش دولة فاشلة. إذا أن نتائج هون مأكود لأي صوت من حد خدية كاظمي بالناجح وكاظمي بالجاوج وكاظمي أنا الراب المتفائل بيدي سبب إيرانيين لي بايواني أخشي موفقي نسب أمريكاي بايواني وأمريكاي رابا يدعميني الحراك الشعبي رابا بايلي وكل ناشي قريب بايلي سب ليلي خريج المدارس الدينية بالخيالي أنا أو إلي أو رئيس وزراء سباي دي لثيا قعيرا إلى أوى وأنقمنا دي إياد علاوي يعني إياد علاوي هل دي عراق خام دي خرينا أنا لخص أزقور منه رابي هل بات انقشقخ قد أكربة بالأمريكا وإيران إدمجت أنا دا أغديوخ سزقور منه لتنهتخ من دي سبابه إلى أن تخرط قام خكمة يماني خمسة جامية نوطة بلطلون من إيران قفنزويلا وأمريكا متيتة لإمبارغو الإيران والفنزويلا كل مطيلون تاما أمريكا يقشوق بيه إن لا هاوي وخا سزقارة بل إيران وأمريكا بميتة كاظمي أني جامية ليه ما طيوة الفنزويلا
وعلمًا الكاريبي إلى الحديقة الخلفية أمريكا يعني ما صيبت مكليوان بخادقة ولا منشط ولا منشط خميني أي كويوة جو فرنسا ولا منشط مثل الطائرة الفرنسية ولا منشط أمريكاية ويلي اللي شاهين شاهدوه جو أمريكا طريدة لو في شاهده جو مصر دوس. يعني كل أنه ويدي لتسهيل مهمة الثورة الإسلامية برضي لفيت الثورة الإسلامية أتمتخمن من إلي بشتنيا بشي لقنيثة أمريكا يعني الحقيقة أي إلى أختي جو ميديا شمتلي خان بخرينة آيت لا ماسي تتلقلي ولا ماسي تتلميديا إذا مرئ السياسة تأخذ بخواتمها على الأرض دوس. أنا أديران دي إيران إلى خيلان قمودي بش لخيلان يعني قمودي إيران خير قمودي إيران يعني قمودي إيران قمان بلال أحسن طيارة أمريكاية وأول ترامب ديلي نير لا لباخ ما خفض لا قطلق ناشي قمودي اشتقل إلي يا لا دوس جا تقوى الخيطاناشي خريني لا يا سيد الحصار الأول إسرائيل شكل طائران أو قمايا من يمهار ربما قطة طائران إسرائيل أتمتخمن دي أتمتخمن دي دوس كميلة خدامة كميلة خدامة إيران إسرائيل كميلة إسرائيل خدامة أمريك يعني أتخياره إيران دوراوة جو غزة جو فلسطين لاوية مباركة إسرائيلية حماس من إيراني دوس وآي إلى جو إسرائيل رابط دوس يعني وسنة دوس لأني أنا من داني أنا رابن صوت بيا هندو دني فضائيات أرباي رابن أشي قبلين أختي أي قديين سورة يعني سب سورة لي لمتاخمني رابط سياسة يعني بلكي خشوي لخام بخين أختي آي متخمن بالواقع آي لا شمت مودي لمارة أمريكا ولا شمت مودي لمارة روسيا ولا شمت مودي لمارة إسرائيل أنت متخمن مودي لبراي الأرى هرتخ منه مودي لبراي الأرى الواقع القائم أي جب يدت أي كيل أو دوس أي كيل تخلم صد ناكر إنه تركي إنه إيران إلى رابع خيلان تجو شب توصل سلاح نووي لا توصل سلاح نووي وأمريكا مفارو جبيه دي ود الاطلاق صاروخ طيو قمر وامريكا دي امريكا انفاروا جبيه دوس قام دو قال باخره بريطانيا وامريكا انفاروا جبيه قمودي يطي بوط هذا انا مودي اي لا اي سياسه لا حد خير سياسي اخني ان نطرح نحن معادلات سياسيه لم صح ما جوخ لشولاني لا قام قمودي اخني سورايه لا باره بالسياسه سبدو زوفه لخني يعني لخني زيرك سياسي أخني سورة يعني لخني وإلا لتلوخ عما جو دنيا لتلي قوة الحق التاريخي دخ سورة أختي سورة لنا نقيل هيتش من دي قمودي سب آيد جدت دمري عربي دمري تعرف من أين يؤكل الكتف تعرف من أين يؤكل الكتف سب سورة البيئة العربية والبيئة الآشورية كلها لي بارجة ودي سياسة سب أنظمة ديكتاتورية لا بالحرية ولا بالديمقراطية لي بحشينا شيء سياسي رابدوس مودي لوادة تركيا وليبيا زيد أمر النخ أيد ليبيا وبن أيد جمتان زيد دي يقارينة اتلوخ تري محورين دي يبلطني جو عالم العربي جو الشرق الأوسط اجد دمرخ الشرق الأوسط يعني كل أرباي ومن ناي بناي تركيا وإيران وأفغانستان يعني أنكس أمريكاي أورسناي إلى ذا دائرة أي دائرة كل قاري للشرق الأوسط يرابي ناشي خشوي الشرق الأوسط إلى بس أرباي جو الدائرة الأمريكية والدائرة الروسية جو الشرق الأوسط إن إيرانيين إن أتراك إن أفغانستان. دوس. ديا أردوغان وحزب العدالة والتنمية ديا آوى إلى زعيم التيارات الإسلامية جو عالم. زعيم. يعني دغدوية دواوى روسيا زعيمة الأحزاب الشيوعية جو عالم ديا إلى 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 تركيا وأردوغان زعيم الإخوان المسلمين جو عالم. تخبيل أمريكا زعيمة الرأسمالية جو عالم
هدفي لأردوغان زعيم الإسلاميين جوعال مودي لبراي جوليبيا هذه جوليبيا مقام يد ليبيا إذا اطلق آت أول محور إسلام بقيادة أردوغان الجاودي إخوان مسلمين وكل أن نصر وداعش وما شابه ذلك كل أن إنا تابعين أردوغان اتلخيك مخرين ديارشنا المحور العربي المحور العربي دي إلى بقيادة مصر والإمارات وخدشم شوري لأب سعودية أن هنا بإمارة أخني عرب وعروبة هنا الثاني فشل إيران وتركيا وإسرائيل مطاولة بيين أخني جر كالف دن درق الطلاق شورين كلاية درق دن الطلاق مودي بريلي جوليبيا دي عرباي كلي إن مهيران تخليفة حفتر دو قائد الجيش حفتر لا جلت لي يا رابس باي أني هون مهيور لمصر هون مهيور لإمارات هون مهيور للسعودية وأردن وكل عرباي هون مهيور باستثناء قطر بينما تركيا هون مهيور لفايز السراج فايز السراج منيلة إلى زعيم إخوان مسلمين جوليبيا جوس وأول جيش دي إلى كل التيارات الإسلامية والدليل على ذلك مدني سوريين دويجو تركيا جو مدينة مارع جو مدينة باب تركيا قم شدران إسرائيل في سوريين هنا مارا مجاهدين ذهبوا يجاهدون في سبيل الله جو تمام قطر دي دي دي, دي تركيا لثلاث وزراء ولقلاخة بذمة سوريين وبزوزة قطر وزعامة أردوغان يعني سب قطر وأردوغان إن أن إخوان مسلمين دوست. قطر تلزوزة لتلقوة أردوغان تلقوة لتلزوزة زوزة قطر بدمة سوريين هون بلاشة مقدادة جو أيكا جو ليبيا أن أرباي هون دعامة حفتر وإخوان مسلمين هون دعام وأن اتنى حلفاء خارجية يعني إديو إديو بالضبط أن تدخل إديو تي في حفتر وليجو مصر خيشة ليجو مصر إديو تولي من إد وزير الدفاع وقام داود لإستقبال وخش لك السيسي غم خازيني قادمت يعني تمورو سراج بعد داخل جو أنقرة تدخازيني مني تدخازيني أردوغان كدخا ولخاش المرجعية دي وإديو عقيلة صالح من هو عقيلة صالح؟ رئيس البرلمان النواب خليفة حفتر هو جو روسيا سب روسيا إلى مو من ندو بينما إيطاليا إلى من نتسراج يعني المصالح الفرنسية إلى مع حفتر المصالح الإيطالية إلى مع السراج برامت اللي يعني العالم العربي والعالم الأوروبي انقسموا عليه حسب مصالح دياهن أن حسب العقائد دياه يعني دي الخلاف الفرنسي الإيطالي جوليبيا خلت الفرنسيين يدعمون حفتر وخلت الإيطاليين يدعمون السراج سفهد خيلة بطلاب مصالح دياه ودي كل هنا مار أخني بعد تاوي السلام وليل براي السلام قمودي ليل براي السلام جوليبيا دين أن مشاكل بلدن يعني ليه هو يمتفقد آية كزعيم تيار عربي لمسا متفقت من الإخوان المسلمين مصر ولا بإمارة دي نود لانتصار نود لانتصار أن جماعة فايز السراج معناته الأخني وآن حدود الحدود الغربية المصرية معناته أن غيرت إخوان مسلمين خايفة تغنفل مصر سيم ثينج إمارات وخاجة خريت أن جماعة إخوان مسلمين قطر وتركيا ولمار نود للسيطرة حفتر معناته نحن انتهينا كإخوان مسلمين تمام لذلك المعركة إلى بين المحور الإسلامي وبين المحور العربي المحور الإسلامي تلي مؤيدين خارج سوريا يعني جو عالم وأول محور العربي جي تلي مؤيدين ولذلك الصراع واللي عم يموت مين عم يموت هذا الشعب العربي اللي كل الشعوب العربية طول خيايهن إنه وسيلة بني ملكوة أخرين هالطرقان القطيلة جاني ناشن فاروج بيهن قمودي مدينة دويقة بتوديثة يعني بدوزوثة
يعني آد ميرون لخاج خريطة هر مرالوخ توديثة جو سياسة بقتلت توديثة وبقتلت أخرى أنا إيمان خانا شم هاي منانا إي صورة إيني بيني وبآلها خيل وصلاوات بيه ليه هاو يم جمت لي آلها من نت سياسة قمودي أي بي بدو مير لك سلوه آلها أو دي داتين تسألها إلى مقدشة إلى مقدس قدشة ثالك ثاوة قرآن إلى مقدشة إنجيل إلى مقدشة توراة إلى مقدشة لا طيب كل من دي مقدشة عربي دمري كل شيء مقدس إلى مطلق وكل شيء مطلق إلى مغلق لا يعني أول مقدس إذا طيب سياسي إلى كل لف ودوران ودقلة طيب آد أيام جمت لي خامن دي مقدشة مخام دي كل دقلة لما خربت الدنيا بيدو كديني جم موجم يلا خريبين قمودي خرولة خرولة أفغانستان دين جملة قمودي لخراوة إيران دين جملة قمودي خروة لمصر دين جملة هرم جميل ودين وسياسة ليه قمودي كل يوروبنا وأمريكان قدمنا فصل الدين عن الدولة أي قدمرت فصل الدين عن الدولة هذا لا يعني درت لا يدر قلت آلها خير وصلاوات لا آتولخ ما تو يقدرت آلها أنا آله لخليقة اللي هو لبريالي أنا نصالن على هاي الغزالي أنا هاو نصطاي على هاي الغزالي أنا هاو نخربة على هاي الغزالي تم لها مثلي آلها بدام رقالي قد دازت ينجو كرديسة ينجو جهنم قمودي ثايات لاخا خمت الخانان بدل آلها بدنا نطبق الشريعة أو بدنا نساوي الشريعة لما آلها سميقة لدي أخطى دودة حزب الله قال دي دوس إنا موس ليلة هات خيلة هل بدينا نناشي كل دار الله رابس باي في اوروبا وامريكا لا قام دين ويد اللي فصل الدين عن الدوله رابدوس رابدوس المدينه باي هتخا لمسي بالتي مجودن هتاوي قطاله ومقطوله الا ما في دادانا فصل الدين عن الدوله فرخي بسياسه رابدوس سياسه بنيان دوله ديني مخروله دوله ومخروله دين رابدوس مودي لكليت امريكا وروسيا من تركيا إلى ليبيا. زيد أمرنق دي يعني دي آية يعني مشكلة بالبراية دي برين تريمن دانة يعني رابي ناشي لينك لايكسلاي يعني أي كورونا يعني إن صوت خشيت خباز دي يعني دوزوثة أنشاخلتانك مدينة موازين القوى الدنيا كلها قمو هذه في شقلة أمريكا. أمريكا يدت أشيتها إلى عامل انتخابي. ترامب يبليط حصان طروادة دي إيو اقتصاد. ورابع ونجيحة ترامب بيت اقتصاد. ويدت أمريكاي مودي باي اقتصاد. لا؟ دوس. وأول وحصان طروادة يعني ترامب ناجحها بكل سهولة هاو ينقيث الانتخابات جودو عامل انتخابي خيلة أي كورونا عدا هل دي هو لقلت اللي إما اشتغل بناش أمريكاي أي اش ليلة مشكلة بالنسبة لترامب أخشي دي اقتصاد الأمريكي قم خيالي استريو شوا مليوني أمريكاي يعني دي هون عاطلين عن العمل أجد ما خلق اقتصاد الأمريكي معناته حصان طروادة ترامب انفله معناته رابع دي خطر على ترامب بالنجاح لصالح دمني ثيلة أي لصالح الديمقراطيين يعني دي مثلا بايدن جو بايدن أو هرتيوة بايت دي وليلة طلاطة أو هرهو لقناية قمودي سب أمريكاي يدي أديله مسؤول إلى ترامب لذلك ده المشاكل أخذوا أمريكا باردية ثيلة قتلته دوا كوما جورج كوليوت وزيلوخ مقتلت قتلت وزاد داخل قيامة دي كل المظاهرات دو أمريكا وزيلوخ داخل ويري أوباما على الخط وزيلوخ داخل جورج بوش ويري على الخط يعني جو تقليد الأمريكي جو عرف الأمريكي الرئيس السابق لهو يمصاوث در قلد رئيس يعني رابدوس عرف لا بالقانون أختي دي مثلا انشقلت لها صوت جورج بوش هو اللي بيمارة
أخني كليني كأمريكاي لخمص يشري اللي أو تمييز عنصري ديلي، لذلك لازم الإدارة الأمريكية ليلة ما يرى الرئيس الأمريكي الإدارة الأمريكية رابلة واد أخفاقات جالك ناس البالغة. الكورونا ذات قضية فرويد ورا فشلة بازر ما بين الحزب الديمقراطي وما الحزب الجمهوري كنت خبط قاني من ذيق انتخابات أو من دي كل هولم آثور دي جودي دانا روسيا قن شقلال أزتو ثدية سبب أمريكا هو لبلكتا دي القوة الثانية جو ليبيا إلى روسيا ودي روسيا وتركيا دغدين أنا خيلانة وجو اتفاق أستانة جو سوريا خيخي تبدل دي اتفاق جو ليبيا أمريكا دي ليلة سبقتا قداز الشرق الأوسط بسبب طلاقان من داني إلى عامل انتخابي أول المهم إلى كورونا إلى قضية مقتل دواء أسود تشل الأولوية قدم طلاقان من داني لذلك أمريكا جو عامل انتخابي تنشل السياسة الخارجية الأمريكية الصين هي بتاعين والله تشاينا مو زي وثانك يو قدوا بوقا الصين زي هذه الآية لمست ان دولة مقارنة بين الصين وبين أمريكا رابط دي فرقوثة يعني أمريكا بشيلة خيلان هذه الشقلة زوزة دي خامدي شمدية الثقافة هذه آية كأمريكاية ما صد خطرت لك كل دمية ولتلوخ مشكلة اللغة الإنجليزية ما صد دمرت إلى لغة عالمية هي قرية لغة الثقافة بينما اللغة الصينية هرقلت لهم خارج الصين ما هي اللغة الصينية لاش ما صد جوجة يعني آتها بيو باريس ولا بيو ألمانيا ولا هاو بيو سوريا ولا بيو عراق مو دي بنفت من اللغة الصينية هيك من دي قريق إنجليزي يعني دوز دي الصينيين اتني زوزة يعني الصيني دمري إلى المصنع العالمي 28% من الانتاج العالمي إلى من الصين أختي الصين لتلا الشركات فوق القوبية هذه مثلا شركة جوجل يعني فيسبوك يعني تويتر إلى شركة عالمية كلها جو عالمي أفلام الأمريكية كلها عالمية الجنس الأمريكي الأدوية الأمريكية بينما الصين تلزوزة وتلسندات مالية أختي الصين رابع لواد استفادة من أخطاء ترامب مثلا ترامب ود الانسحاب من معاهدات دولية ود الانسحاب من اليونسيف ود الانسحاب من اتفاقيات المناخ ود الانسحاب من فتح الاتفاقيات الجوية هلا ثاية الصين ملايا لأن فراغها يعني بس مثال الصين أجد بريلا أي أزمة كورونا جو إيطاليا وجو إسبانيا الصين مشدران أدوية التامة قايم أو أمت إيطاليا وأمت إسبانيا بني بيداخ تشيناي بين أمريكا ليلة مصين تدي لم قدام تلك الصين رابلة قنيفة ما هي إدارة أمريكاية سب ترامب أجدي لميرة أمريكا أولا يعني أول ليلة مع الناتو هذه أول ما دي لو تنسحاب بريطانيا من حلف الناتو مين اللي صفق ترامب لذلك إذا داوت تفتت حلف الناتو داوت تفتت حلف الأطلسي بيصير فراغ مين بده يجي يعبي هالفراغ هذا الفراغ بده يعبيه الصينيين فأنا أخطأ ذي إدارة هنا مخليتا هنا إنجلند بلطيلة من كومنولث بلطيلة مخليتا من الاتحاد الأوروبي ليلة بلطة من نيتو أختي قمودي خملة ترامب بلطة دي سبع أو الاتحاد الأوروبي لأن كل الاتحاد الأوروبي جو حلف الناتو 27 دولة دوسي ومن آية يعني أولا لحلفوا بقيادة أمريكية يعني دي هنا وبتركيا إيه لقوا حلف النيتو I know أختي أجد ما أخذت لي آية أول حلف لصالح مني لفاية هذه تركيا هو لشقلة ودل خرق أو اتفاق الناتو شقلة صواريخ إس 400 من روسيا أتمنى تلق تشكي أدو حلف الناتو شقال السلاح دش من دياني روسيا قمودي دام يروح أردوغان سب أخني طلب لن صواريخ بطريوت من مد أمريكا لا تنداويلا إذا أي سياسة ترامب أمريكا أولا أثرت على كل الحلفاء هذه دي
دي دي دي ترام أم الدول السبعة بعد دوان اجتماع كسل دي بريطانيا وفرنسا لا قبل لك ولما رطون علاقات ديهم الصين لا نقطايا لك سبق مودي يعني ترامب هرميرا إلي ليه خامل بنى اتفاقيات دولية أجد مرتات أمريكا أولا يعني فرقلة أن ما يكبر أن أخطأت أردوغان ترامب على النطاق العالمي من يستفيد منها؟ يستفيد منها الروسي ويستفيد منها الصيني لذلك خاص لدي أردوغان شريكة بوتين سب بوتين إلي ضد الناتو خلقناي من دو عضو الناتو بنثاية من دي إذا أن حكتات قدن علاقات دولية كل ناشا قارن بغابي بالتالي خاص مثلا شغلتها دي سوريا روسيا لأيدت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لو فشتت غمرت دا دولة من هذا الدوخنا دي حولة قم شقلالة أوكرانيا قم شقلالة قران قم شقلالة سوريا دي خشلة ليبيا وأمريكا انفارو جبية جهود السابقة يعني لم صوت دو دا في ثالة إدارة أوباما ما بعد إدارة جورج بوش وإدارة ترامب لا بشين متوخمنا بالناتو بالدن اتفاقية وخاصة ترامب حدث فراغ مين عجي أبا الفراغ؟ أبا الفراغ الروسي والصيني علما أنه أمريكا إلى أقوى من الثنتين إذا برنو خاسر وديه بدور جوجل آدم يقرأ شرباني خاسلة أنه خبرة دي ميزانية شركة أبل بش إلى ربثا كل ميزانية روسيا دور دي جوجل كتوتلة يعني إمكانيات الأمريكية إنها هائلة جدا أختي السياسات الأمريكية على النطاق الدولي بعد ترامب أحدثت فراغات بينما السياسة الداخلية ترامب إلى رابطازي والدليل على ذلك قضى على البطالة والدليل على ذلك تحسن المستوى المعاشي بالاقتصاد أخشي ثيلة كورونا وثيلة هي قضية قم خياله وأول ليلة ذنب ترامب يعني ترامب متوخمنا إلى بالداخل الأمريكي ليلة متوخمنا بالخارج الأمريكي بينما واحد مثل جورج بوش الأب ومثل جورج بوش الابن ومثل كلينتون همه الأساسي كان التحالفات الخارجية لذلك بوش الأب ودا له خوض حرب الخليج الأولى بوش الابن ودا له خوض حرب الخليج الثانية ترامب كلينتون بيل كلينتون خيشة لجو كوسوفو شقيلة له تخمني وبما هو أوروبي بما هو كذا بينما يقرأ نمرد خامدي خينا لا منشية خديا بوش الابن قلت شقلال عراق مقتل اشتال في امريكاي واربي خمسه سقطت ويوال عراق ايران يعني اي انت خرجت لجورج بوش ميري طالدي في الصير وحتها ميري اربال في داشن من اربال ناشي جو مرور جو مرور جو امريكا خسران اي الى اورس نايدين دي تخمون بيدي هذه أمريكا تخاف انتصار عسكري وانتصار سياسي. زي ما اسبايلر قم بقرت له أبو فار. هذه أورسناي يعني الاتحاد السوفيتي أيام ستالين خسيرة ل 3 مليون في الحرب العالمية الثانية. 3 مليون. ودي دودي احتفال عيد النصر وبابي نخسيرة ل 3. دمرت طالعين يا أخي أخ نخسيرة له خلنا مير طمنت واحد احتفال بالنصر. ميري أخني بي انتصار عسكري قطفنا انتصار سياسي بشتيل أوروبا تري قسمة أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وألمانيا قسمت إلى قسمين الشرقية والغربية بشتيل نص أوروبا طروسيا ونص الآخر طحلف الناتو يعني حلف وارسو وحلف الناتو إذا مكسب سياسي أمريكا خيشال جورج بوش ويدا الانتصار على صدام حسين خلال 21 يوم أما سياسياً لا قنية شو مندي سياسياً إيراني لقنية يعني ما قطف يعني لم يقطف ثمن الانتصار العسكري بنجاح سياسي فيفا لإيراني ليش قلت له ثمن سياسي أين ما رأى قلت له أفغانستان ليش قيل ثمن سياسي دي هو هذا مفاوضات من الطالبان دوس. بينما أورسناي دي ونمار أخني قلت له انتصار جو سوريا لا نقبل إلا بالانتصار السياسي بيخلجنا دستورية وخاصة مودي بطلا من سوريا إذا الانتصار العسكري قيمته صفر إذا لم تربطه بالانتصار السياسي
الانتصار السياسي زاد الانتصار العسكري أول أو تازة أخشي الصراع الانتصار العسكري بدون سياسي إلى الصفر. والدليل على ذلك زي بدل ما انطرس سياسيا أمريكا جوع العراق لأنها انتصرت على صدام حسين خربت العراق. بدل ما يستفيد ليبيا من الانتصار الأوروبي الأمريكي أجل قمشقيل القذافي خربت ليبيا. دوس. إذن آية لما تنتصر عسكريا يجب أن تنتصر سياسيا وإلا قيمة دي الصفر إليه. دوس. هل بدي أورسناي هنا بخاي أنه نحن انتصرنا بسوريا عسكريا لذلك بدنا سياسيا ننتصر بايخا حكمة وموقع الاتفاقيات من البشار أسد قد صار 40 سنة هل بديني ودعم اللي بشار أسد دوت انتصار سياسي. دوس. بينما أمريكا أخشى صدام حسين ثيل الزرقاوي بدل ديه ثيل البغدادي بدل ديه سوات إذن أت ما ودلوخ يا جورج بوش هيش مندي لا دوس أطرى بربس لتولة ميقرا نمرت هاد بسيمة رابة قلتت بشمتي على كريت الدانا إنا أن خبرانوخ ادمجت مصويانة خيالنا ودوسينا بخيل دقالة بتاويلة انت بقيات خينا قربة دانا هاد بسيمة رابة وشلامي قتل لدن دو تيم ديو مقبلي هاد بسيمة مقبلي هاد بسيمة خزيانة مغبة بتايخ الخوتام دهت بقتاني قيتها بخيل دقالة بتاوقع موخون بقيات خينا بوشون بشلامة